السلام عليكم سيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كيس حبيبة، كنسكن في الدروة في الكراسة، دوار الكراسة. واحد بنتي تعداو ليا، واحد جيران، جوج ولاد جيراننا تعداو ليا على بنتي. كانت هي بحال بنتهم، كنت كنسخرها وكتعيط عليها. واحد بنتهم سميتها مليكة، كتعيط عليها ديها معاهم القصرية، ديها معاهم لواحد بوتيكة في الدروة في البلوك، وكانت ديوا معاهم القصارية تسخر ليهم، وانا كنت نسخرها. ما كانش عندي الضو، كنضوي بالشمع. كنصيفط بنتي بعدا كانت تقرا، كنصيفطها بعض المرات تحفظ عندهم، كدي عندهم سخيرة هكا ديال شوية لحم تحطوا ليا عندهم. وما عندنا بيناتنا على الحيط، الباب في الحيط في وسط ما بيننا وبينهم، هما يدخلوا عندنا خواتاتهم، مرات باهم، رمهم ميتة باهم مجوج خايد مرة أخرى، مرات أخوهم، كلشي كيجيو يدخلوا عندنا من تماك. حنا كندخلوا عندهم، هما كيجيو يدخلوا عند الوالده، وحنا لا كنا ملي كنا كندخلوا عندهم. انا دابا شاده تقاري شحال من عام، ما بقيت كنوصلهم، ما كنلحقهم. هما نيت قالوا البنت فمهم، قالوا لهم الوحيده اللي ما كتلحقناش هنا ما كتدخلش عندنا هي ماماك، وشاده تقاري من اي واحد. ولكن هاد الناس كنت طايقه فيهم بزاف، دايره فيهم الثقه التامه اللي يعلم بها الا الله سبحانه. هذوك الناس زعما كلشي كيعرفهم مزيانين، وكنت حاطه زعما بنتي لبشات معاهم القصاريه ولا السويقه ولا البوتيكه اللي في الدروه، كنت زعما نقول راها مشات بحال لبشات معايا انا ولا مشات مع خواتاتها، راه زعما كاين راهم ثقه هذوك الناس. ولكن الدريه كينوض خوهم كيتلقى ليها، واحد خوهم كيتلقى ليها كيتخبى، كيتخبى تحت واحد التوته، وكيولي يتخبى مره حدا كوري مره حدا واحد التوته، كيشدها هي ملي تكون خارجه لذاك الباب اللي بيننا وبينهم، كيتلقى ليها هكا مع المغرب لا ورا المغرب شويه، حيت هما قرار كتدوز عندهم الدريه ملي تجي من المدرسه كنسخرها، اولا كيعيطوا عليها هما، اولا كتجي معاهم من السخره من الدروه، وكيطرق معاهم يطرقوا للدار حتى كيريحوا، كيتفرجوا في شي حاجه في شي فيلم ولادها ويشربوا اتاي، وعاده كدور الدريه تدخل. كيتلقى ليها هو ملي تخبى ليها، ملي تم جايه للدار غتدخل مع داك الباب والدور المحل، كيشدها خنقها عاد يشدها من كفاها كيرمي ليها يدو على فمها، كيشد ليها فمها باش ما تغوش، يجرها لشي واحد الكواري عندهم تما كيديروا فيهم الحولي، كيجرها للكواري تماك ويخنقها وكيتكرفص عليه، يمارس عليها هذاك الزيز الزيز، ولا وخطره كيجرها ثاني، يجرها ثاني تحتوته، وخطره جرها تحت واحد الجلسه، تحت واحد البزاره في واحد الجلسه راه حدام تما كاينه، راه مع تكراها مولاها في القنص تحت واحد الشجره، وكيجرها تما، وخطره دفعها على راسها، دفعها على راسها تطاحت وتخلع هو، وعاد انا قاعده وقال لي صافي وسكتي صافي، والدريه عاد بقى يسوس لي في حويجه من التراب، والدريه كتخاف مني انا ومن خوها، فاتح دار ثلاثه العمليات وما ومعصب وهذاك الشيء، ما قدتش تقولها لينا هاد الدريه، وانا ما كنتلاحقش مع بنتي في هاد الهضره، وكنت ثقه من هاد الجانب زعما الثقه التامه. هذوك الناس انا ماشي غادا ما كانش على بالي هاد الشيء اللي تفاجات به، ما كانش على بالي وما كانش ناويه، وما كانش ناويه هاد الناس يخرج منهم هاد العجب ويديروا هاد العجب، وهما هما زعما ما عندهمش شي حاجه اللي تشكي فيها، ما بيناش عليهم شي حاجه اللي تشكي فيها هاد الناس، زعما ديري المعامله مزيانه برا، ديري بين الاسلام برا، ولكن مغطين واحد المنكر الداخل ما يعلموا عليه الا الله سبحانه وتعالى. طعنوني في هاد البنت وانا كنت محترمهم، شد معاهم تقاري، وهاد الشيء راهم هما يعرفوه، ومحترمهم وثيقه فيهم، ودايرهم زعما بحال دارهم، بحال والديها وبحال خوتها هذوك هذوك الاولاد. وكان يشدها هذاك الولد الاخر الصغير، وكان يمارس عليها الاول، وعاد باش ولا شد هذاك الدري الاخر، وهي كانت شات للحانوت، وملي كانت جايه سخرت مالكه اختو جايبه جوج بيضات وجايبه باكيته تاني وباكيه السكر، وملي شافها مشات سد الباب تاع الدار وحل باب المكازا. الوقت اللي دخلت المكازا كانوا يحطوا فيها شي دوزان وداك الشيء باب على قد مع باب الدار على الطريق، وملي دخلت هي سد عليها هو تما وخنقها كاع لواحد الخنشه ديال الزرع، راه ما قاولت هادشي اللي كتقول لي البنت، وشدها وخنقها تم واغتصبها، اغتصبها الولد الكبير اللي مجوج، والد الولد عنده 14 عام، ولد الكبير.
الولد الكبير اللي مجوج ووالد عنده 14 عام الدري، هو اللي مول الاغتصاب، هو اللي مغتصب ليا بنتي من العرض ديالها. والدرية ملي المرة التالية شدها تاني، كانت جاية دايرة جاية داخلة من هذا من الباب الآخر، وشدها وخنقها وجرها دخلها تما تاني، وبركي تتكرفس عليها شي تكرفيس اللي ما كيديروش لا اللي هودو النصارى اللي كيديروا هذاك الشيء. واحد الحالة أنا زعما ما قدرش، وراه واحد تريكو رانا ديتو لا جوندار وديتو المحكمة تريكو كحل، وكانت تلبسو تحت واحد البوريرة صفراء ديما كانت تلبسو. هذيك ملي شدها ودار ليها هذاك المنكر، راه الما ديالو طار على هذاك التريكو، واللي تعاود لي انا البنت ومسحاته وبدات كتبكي، وجات بحال رده، وعاد الدريه جات نصلاتو وما قدرش تقول لي، ولحتو مع الحوج ديال الصابون وتصبن داك التريكو، ولكن ما بقاتش النتيجه فيه اللي غادت ما بقاتش تعطيني نتيجة. وملا كنت تريكو ما تصبنش هذاك غادي تبت لي الحق ديالي في البلاصة ورانا ديت هذاك التريكو للمحكمة، ديتو عند الوكيل، ديتو عند جدرني، ولكن راه تصبن. أنا ما كانش في علمي هاد الشيء وما كنتش عارف هاد الشيء، ولكن هاد الشيء راني أنا بنتي دركايا أنا ما في حاليش، وأنا مريضة وديري الحديد في ركبتي وفقيرة، الله اللي حاس بيا. وعدي هذيك البنت هي اللي رزق كنت مقري فيها، نتمنى فيها الخير ونفرح بيها وتخدم عليا، ودابا طعنوني فيها وضيعوني فيها ومتبع عليا دابا في الدواء، وبقى تعاني نفسانيا ما خدتش الحق ديالها، والحاليا دابا كنتصبرها ما كنخلي ما نديرو، زعما عايشه معاها شي معاناه. الله اللي حاس ليا بهذوك المعاناه اللي انا عايشه مع ديك البنت، الله اللي حاس ليهم. وواحد الخبره طلبتها بنتي وما قاتش، خرجت ليا لا خبره، والدعوه ديالها في السطات بقات تما كاينه دايره، زعما كما ما بقاوش عطاو ليا لبنتي حقها، ما بقاوش رقدوا ليا الدعوه ديال بنتي، وما بقاتش بنتي خدت حقها، وبنتي بقات تعاني معاناه ولا هزه معاناه. كيفاش عرفتي انت بان بنتك طرا لها المشكل؟ واش عرفتي في الوقت اللي طرا لها المشكل ولا تدس ليا مات بنتي؟ دابا ولدي بنتي دابا استاذ بنتي يا ما قالش ليا داك الشيء في الاول، كون قالته ليا في الاول بزاف بزاف غدا هذيك الساعه يتشدوا حيين، بعدا بالتريكو ما يتصبنش. ولكن بنتي ما قالتش لي هذاك الشيء، خافت، كتخاف من خوها. انا ما مقرباش لبنتي كنناقش مع هذاك الموضوع، ما مقرباش لبنتي كندوي معاها على كشي، ما كانش كشي على بالي انا، ودايره شاكه فيه، ما كانش عندي انا الشك من هذوك الناس، ما كانش بنتي ما كتشي في بنتي، انا حاضيه بنتي، انا راعيه بنتي، انا راه كلشي كيعرفني انا بنتي، راه عندي هذيك البنت انا من شفتها حتى الله. انا كنتمنى اي بنت كنشوف البنات كنتمناهم انا، هذيك البنت راه الله اللي حس بيا، راه ما ولدت انا عاد شت الدنيا عاد حسيت براسي ولدت، تا ولدت هذيك البنت انا كنموت على البنات وكنتسطى عليهم، انا رعايه تامه عندي على بنتي، انا بنتي ما تفرع ليا بمنيل. ولكن هذا الموضوع ما كنتش كنناقشو مع بنتي، وما كانتش مقربه ليا من ناحيه هذا الجانب، ما كانتش كتعاود ليا داك الشيء، وتخاف مني وتخاف من خواتك اللي فاتح داير ثلاثه العمليات، خاف زعما يسمعها وضربها وانيت معصب عنده العصب ديال البنش. وهذا الشيء ما عاودت ما تتصدمت الدريه، جات الصدمه ما بقاش كتهضر، كلشي عاد خوها الدافي يعني تقال لي مال اختي ولات ما بقاش كتهضر، مالا سكتتك، وجات الصدمه مع ايامات العيد مالا ما بقاش تهضر، يدويها يبغي يديرها بهذا ما بقاش تدوي لينا، ما بقاش تاكل، ما بقاش كتهضر، ما خلينا فين جرينا بها، ما خلينا فين ديناها، عاد واش ديناها نعتوا لينا الناس وحط الطبيب، عاد ديناها، عاد تبعنا درنا الرؤيه درنا ما خلينا ما درنا. وهاد البنت زعما الله ضيعوني فيها، انا ما نسمحش ليهم، الله ياخذ لي حقي فيهم، انا نطالب الله والقانون وسيد محمد السادس لحقوا هذه الحاله ديال هذا المشكله ديال بنتي اللي رانا ضعت فيها، بنت وحده ضعت فيها. انا نطلب الله سبحانه وتعالى ومن القانون ومن الناس المسؤولين ياخذوا لي حق بنتي، ما نضيعش في هذا الحق ديال بنتي، وما تبقاش هذه الازمه عايشاها. انا هذا الشيء من تفكروا كتجيني ازمه قلبيه، كتبغي تجيني ازمه قلبيه. انا مرت، انا وليت حتى عمرت شي مش شتو،
وعمر هادشي ما عشتو، وعمر هادشي ما دزنا فيه، وعمر هاد المنكر ما داز على عائلتنا ولا داز علينا ولا شناه ولا عرفناه ولا مولفين به. حتى داروه لينا هاد الناس وخلقوه لينا، غدرونا بحال هكاك وطعنونا في ظهرنا، ما ملاحقين بيت حاجه، ما واصلين حتى حاجه، ما بان فيهم هذيك الدريه حقروها، قالوا زعما ما عندهاش اللي يحميها، يتيمه ما عندها حد، ما غادي يحميها منا حد، ما عندهم ما تصور، وما باقيين دابا يهدوا لي بنتي. الا ملي كانت تقرا العام هي ضاعت لي من القرايه وركت، تعقدت ما بقاتش باغا تقرا. قلنا بانها كان نجحات في الباك ونجحت بنتيجه امتياز مزيانه، نتيجه زوينه مزيانه. سمعوها بلي نجحت في الباك، ملي عرفوها بعدا بدات تقرا في الباك، ها ولا يتعرض ليها وواحد البلاصه يقولوا واحد البلاصه تما في الدروه زهيزه تبادر في واحد الرومبا، وعاس عليهم خطط لها الخطه، عرفها غادي تخرج مع هذيك الوقت ديال سميتو هذيك الوقت الربعه ونص، وملي عرفها غادي تخرج من هذيك الوقت تتعرض ليها، وقف الموتور في وسط الطريق ودار لها التليفون وبركي صور فيها، ومن الخليه قال لها شدين امك تصورتي. ملي الدريه بدات تغوت بدا يجمع ليها في الدراري وبدا يقول لهم هاتوما زيتو تشوفوها، هادي راه داير ليها وفاعل ليها وتارك ليها، وبدا كيقول للدراري ولاد الحومة تما ولا منين اجيبهم، دراري بركم ضركم بالشجر، معرضهم ليا لبنتي، الاخر يتمدز في الطوموبيل ويتفائل على بنتي مع الطريق حاشا وجه هاد الناس، ويقول لها اش دير امك ما صورتي، باقي ممكن خاطر ندبحك، باقي ممكن خاطر ندير لك كثر من هكاك. ورا انا دابا نطلب من الله ومن الناس المسؤولين يشدوا لي حق بنتي. سيدنا محمد السادس، سيدي محمد السادس، نطلب من الله ومنكم وهذا الشيء يلحق حتى السيد كاع المسؤولين وكاع اللي ملحقين بالامر ديال بنتي، يشوفوا هذه الحاله ديال بنتي وشدوا لي حق بنتي وما نضيعش انا في بنتي، وما يبقاوش هاد الناس يتعداو لي على بنتي. بنتي كانت تلعب في تقرا في الكليه والحاله النفسيه ديالها ما بغاش تقرا، كيفاش هذا العام سد بهذا العام بنتي شدت الباك وما بقاتش باغا تقرا، تعقدت ليا من هذا الشيء، حيت ملي الدوز يصوروها ملي الدوز يتلقى ولا يتلقى ليها، البنت تعقدت دابا ولات تبكي، وديتها للطبيب وخرج ليها الطبيب دواء ديال البكا باش هي بعدا ما تبقاش تبكي، ولات كتشرب شي دواء قابل باش ما تبكيش. ودابا انا ضعت في بنتي، هي قرات وشدت واحد النتيجه زوينه وهي ضاعت في الايام القرايه، وهي بركت دابا ضايعه وكانت تعاني هي وكان عاني معاها انا اصلا. انت ما عندكش الامكانيات باش ديري محامي ولا محامي؟ انا ما عنديش. اش كتقول للناس؟ انا ما عنديش استاذ باش ندير محاميه، انا عبارك ما خدامه مردامه وفاتحه ودايره الفيسات في ركبتي ومهرسه ومتبعه دابا في السبيطار، وكندير في السكانيرات وكندير في التحاليل ومريضه، وما عنديش باش نوب على هاد البنت حتى نشد حقي، ما عنديش باش ندير محامي، ما عنديش باش نطلع نسلع وندير المحامي لبنتي. انا نطالب من الله ومن المسؤولين ونطالب من الله ومن الناس يتعاونوا معايا، اللي عرفني واللي سمع هذا النداء يتعاون ليا مع بنتي تاخذ حقها، ويتعاون معايا في الظلم اللي ظلموني هاد الناس وتعدوا عليا، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل من هاد الناس اللي راه ظلموني وتعدوا ليا على بنتي وطعنوني فيها ظلما وعدمون هكايا، ما كانت بحال خطهم بحال خطهم وبحال بنتهم، يعيطوا عليها ويديوها معاهم تسخر ويديوها معاهم، ولا لا سخرت انا سخيره بحال سخرت لدارهم، وهاد الناس خرج منهم هاد العجب وتعدوا لي على بنتي. وراه لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عمرك ما تصورت بان جيرانك يديروا لك بنتك بحالك؟ ما عمرني تصورت اسد، ما عمرني تصورت هاد الناس، هاد الناس راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه الثقه الكبيره، راه الثقة الكبيرة، راني أنا ملي تعطل ليا عندهم راه كيقولوا ليا راه خايبة مع بنات فلان ما تخافيش عليها، راه عالدار فلان ما تخافيش عليها، راه كتمشي هكايا ملي كيدوها معاهم ودوز معاها يدوكزوها معاهم الدار، ولا تعطلت عليها يقولوا ليا ما تخافيش راه مع بنات فلان ولا هذاك راه ما تخافيش عليها، أنا ما كنتش معاهم معقولة عليهم وخرج منهم هادشي، أنا كنت دايرة واحد الناس معقولين ودايرة واحد الناس زعما كاينة سناد لبنتي. وديرهم واحد الناس زعما سناد لينا وجيراننا، ما ديرهمش انا يغدرونا، ما نويش فيهم هذا الشيء يغدرونا ويلحقوا معاهم لهذا الشيء ويلحقوا معايا لهذه الحاله اللي طعنوني في بنتي وضيعوني فيها، وما حشوماش ضيعوني في بنتي،
وانا ما كنتش عندنا نشوف نشوف ما نشوفش عليهم شي حاجه اللي دايره تا 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 وانايا هاد الشيء استاذ انا هاد الشيء شت انا تشكو منهم شي ناس من تماك وتشكو منهم شي امور ولكن انا هاد الشيء ما تشكو به حتى وقعت شي لبنتي عاد تشكو منهم شي ناس تمنيت تشكو منهم شي ناس حداهم بشي امور منهم شي تحرش شافوه منهم وشي حوايج شافوه منهم ولكن انايا هاد الشيء ما كانش شايفاه لا قبال من بعد كنت نقولوا الناس مزيانين والناس معقولين ولكن داك الشيء راه داخلي عندهم ما يعلم به يعلموا به الله سبحانه وتعالى. شي رساله توجهها للناس تاع القضاء والناس المسؤولين والناس المحسنين. نوجه نداء للناس المحسنين اذا كانت هاد البنت حتى هي تسال شي حق عد الله في القانون انا بغيت هاد الناس المحسنين اللي كيسمعوا فيا دابا يديروها بنتهم ويشدوا بيدها والتلامت ما نخليش هاد الطين وهاد الازمه اللي عايشاها انا وبنتي يشدوا من ايد بنتي وياخذوا ليها حقها بالقانون وبالحق ياخذوا ليها حقها اللي كتسال من هاد الناس اللي ضيعوا ليها حقها وتعدوا عليها وباقي حاليا دابا يلعبوا عليا العشرة باقي حاليا دابا يصورونها وباقي يصوروها ويصورونا لتن دايزين ولا وليت محروشه وبنتي محروشه وباقي حيت علاش حيت ما خدوش حقهم حيت ما خدناش حقنا منهم حيت علاش حيت تعدوا عليها ودازوا لاعبين ضاحكين غمقوا عليها باش بغاو وداروا اللي بغاو ودازوا زعما ما خدوش اللي تستحقوا. وليتي كتخافي بنت على بنتك تخرج واخا غير بوحدة تسخر. انا وليت نخاف على بنتي انا وليت استاذ لا خرجت بنتي ما كتدخل حتى نعود ما عاد كيفاش واقفه في الباب وحاضيه حتى الا مشات نسخرها على الحانوت نخاف عليها الا مشات المدرسه ما نشهد وما نقول لا اله الا الله وما نشقاش شقيت تدخل بنتي تنسمعها السبرديله ديالها جايه تتركب عليا عاد نقول لاباس عاد نفرح كنبقى مخنوقه كنبقى مخلوعه كنبقى الا تعطلت وداز على الوقت شويه ولا تويا مع طريق طويله ودوز مع تم جايه مع الدريات ودوز مع طريق طويله وشويه انا كنتخلع انا كنقول وما بنتي كتجينيش انا تجينيش انا راه كلشي كيعرفها وانا درك وليت خايفه على بنتي من جيت هاد الناس هاد حيت علاش حيت ما خاضوش الزائزه ديالهم ما خاضوش داك اللي خاصهم يتسحقوا حدا المناق وتعداو لي على بنتي ولا ضيعوني فيها وخلوني بحال كيكون يتفرجوا فينا من اللور ولا تما دايزه يقولوا لي اش صورتي دين امك باقا كيقولوا لي صورتي دين امك